الحمد لله رب العالمين، ما في صوت كان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من خير من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. المال عصب الحياة، ولا يمكن للحياة أن تقوم بدون المال، فبدونه تشل حركة الحياة وتضعف وتنزف ثم تموت. لذلك اهتم الإسلام بكل الأشياء وكل الأمور المتعلقة بالأموال، ففرض الزكاة على الموسرين بما لا يؤثر على غناهم وبما لا يعسر عليهم وبما يرفع من مكانة الفقير ويسد جوعته ويكسو جسده، بالإضافة إلى أن الزكاة والصدقات هي بحد ذاتها حصن للمال ولصاحبه، حصن للمال وطهرة له وتنمية، وحصن لصاحب المال وحراسة له فلا يقع في كرب أو نائبة. فالصدقة تقي مصارع السوء وميتة السوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. وربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث: يا ابن آدم أودع من كنزك عندي، ولا حرق ولا سرق ولا غرق، أوفيكه أحوج ما تكون إليه. الله سبحانه وتعالى يعيده عليك وأنت في أشد الحاجة إليه. لذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ إذن ركز ربنا سبحانه وتعالى على الإنفاق والصدقة والزكاة وعلى التعاون والتعاضد، وخاصة ونحن في شهر رمضان فهو شهر الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، كالريح المرسلة. لقد أشربت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الفقراء والمساكين، أشربت روحه صلى الله عليه وسلم
معاملتهم والاعتناء بهم وقضاء حوائجهم، ومشى على هذا النهج صحابته الكرام، وساروا على هذا الدرب. أبو بكر الصديق ينفق كل ماله في سبيل الله. ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ما قالها بضعف، قالها بقوة. ما قال تركت لهم الله ورسوله، لا لا، قال تركت لهم الله ورسوله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. سيدنا عمر أنفق نصف ماله، سيدنا عثمان أنفق وجهز جيش العسرة، 300 جمل جاءت من الشام إلى المدينة، هزت المدينة محملة بالألبسة والأقمشة والطعام والشراب، كلها لسيدنا عثمان. جاء تجار المدينة يشترون هذه البضاعة كعادتهم، قالوا لهم نعطيك مربح بكل درهم درهم، يعني 100% من ربحك نحن. فقال لهم: هناك من أعطاني أكثر. قالوا له: طيب من نعطيك بالدرهم درهمين، يعني 200% مربح. قال: هناك من أعطاني أكثر. قالوا له: 300 400 500. قالوا له هناك من أعطاني أكثر. قالوا له: نحن تجار المدينة كلياتنا هون، يعني نعرف بعضنا، من الذي أعطاك أكثر؟ وهم يعلمون بأنه صادق، يعلمون بأنه تاجر صادق، ليس كما يفعل بعض التجار اليوم، يحلفون اليمين ثم اليمين والأيمان المغلظة بأنهم اشتروا هذه السلعة بكذا، وهم يريدون أن يبيعونها بكذا، وهم في كلامهم كاذبون وفي أيمانهم غير صادقين. لكن تجار المدينة يعلمون بأن سيدنا عثمان كان صادقا. أين من أعطاك أكثر؟ فقال: الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاني أكثر. الحسنة عنده بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. جاء بالمال ووضعه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يقلب المال في حجره، من كتر ما انسر النبي عليه الصلاة والسلام من سيدنا عثمان نطق بكلمات كانت شهادة ووساما عظيما لسيدنا عثمان: يا ليتنا نحظى على نصفه، أو على ربع هذه الشهادة، أو عشر، أو شأفة منا. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اللهم إني بت راض عن عثمان، فارض عنه يا رب العالمين. وبات سيدنا عثمان مرضيا عنه بلسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تدخل السرور، الآن فرصتك على قلب المسلم. أفضل الأعمال سرورا تدخله على قلب مؤمن، كسوت عورته أو أطعمت جوعته أو قضيت له حاجته. لكن إذا كان بدك تتصدق وبدك تقدم المال، عليك أن تقدم أفضل ما عندك وليس أقل، ليس أسوأ ما عندك كما يفعل بعض التجار اليوم. إذا كان بده يجيب الزكاة من السلع والألبسة والأقمشة، وضع أسوأ ما عنده، وضع الألبسة اللي خالصة مدتها وخالصة الموديلات تبعها، أو مهترئة أو منزوعة أو خربانة، كل بضاعها كليتها مع الزكاة، هل يصح ذلك؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية لما نزلت إخواننا، كان الأنصار أكثر الناس نخلا في المدينة المنورة، وكان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا ونخلا، كان عنده بستان، كان عنده بستان. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا البستان يشرب من ماء طيب فيه. هذا البستان كان اسمه بيروحاء،
أو بئر وحاء، كان بداخله بئر. فقال أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بئر وحاء أو بئر وحاء، وإني أجعله بين يديك تقدمه حيث شئت، أدخر ذخره عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. ثم قال له يا أبا طلحة قد قبلنا منك، قد قبلناه منك ورددناه إليك، فاجعله في الأقربين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. سبب نزول هذه الآية إخواننا، البراء بن عازب يقول نزلت فينا معاشر الأنصار، كنا أصحاب نخل في المدينة، وكان الواحد منا إذا أراد أن يعني يتصدق أو ينفق يأتي بعزق من نخل أو بقنو من نخل فيضعه على باب المسجد، فيأكل منه الداخل والخارج والجياع وأهل الصفة. وكان ناس ممن لا يرغبون في الخير، يأتي الواحد منهم بعزق من نخل أو بقنو من نخل، هذا النخل خالص مدته رديء يعني منزوع خربان، أو بده يكبه، أبدل ما يكبه ويمدح أم يحطه على باب المسجد. فنزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. حدث أحد القائمين على خدمة المساجد أن أهل حيهم كانوا إذا انتزع عندهم، إذا كسرت رجل كرسي عندهم جاءوا به إلى المسجد هبة وصدقة. شو بدهم يساووا فيه؟ أحسن يكبوه. وإذا أبريق الماء يعني احتاج إلى التلف انتزع وقرروا أنه يتلفوه أو يكبوه، أتوا به إلى المسجد، وإذا بليت عندهم مروحة أو مدفأة ولم تصلح ماذا يفعل بها؟ أتوا بها إلى هبة لوجه الله وفي سبيل الله. هل هذا صحيح؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أي صنف أنتم، إن شاء الله من الصنف الذي يخرج أطيب المال. بارك الله بكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين.